وانتصار جاء بعد معاناة وصعوبات كبيرة جدا. اليوم المستوى الذهني مهم جدا لما ترجع في المباراة بعد ما تكون متخلف، لما المنافس بين ظفرين من حقه أنه يحب يحافظ على 3 نقاط، لأنه هناك رغبة بين منافس يصارع من أجل تفادي النزول ورغبة تاع الثورة اللي تحب تبقى دائما ملتحمة مع فرق المقدمة. الحمد لله نشكر اللاعبين اللي دخلوا في المقابلة. صيف اللي ما دخلناش دي جي بي في الماتش ما كونا ضربة جزاء، عاودنا تحصلنا على ضربة جزاء الأولى عطاها حميدي، مي مع التعليمات تاع المدرب في الشوط الثاني قدرنا نعدلوا النتيجه ونزيدوا الهدف الثاني. دي لو 3 بوين حاجه مليحه باش تعطينا حافز معنوي قبل لا ماتش تاع لاكاف، وندخلوا افون ان شاء الله يا ربي ويزيد يوفقنا ربي باش نحقوا لي 3 بوين. ساعدنا باش نقعدوا في مع زوج الوالا تاع الجروب. راهم كنت الفريق ان شاء الله يعاونوهم باسكو ما يلقاوش رجال كيما اللي راهم هنايا، راهم يطيحوا نودو وحدهم وهما ما راهم بالهم مشاركين في الفيسير. سمعني باسكو الفريق هذا راه وحده، هذا الفريق راه مظلوم. سمعني ويجي وين يجي حاكم يدير شي في فريق في استادك يدير فيك شي يبغي، ما كانش واحد يتكلم معاه، سي غراف على بالك. هي الله غالب هذه غير انا تبان لي بور موا راهي محقوره، ما كانش راجل راه واقف معاها، ما كانش السلطات غايبه، ما على بالناش ما على بالناش اصلا شكون اللي راه بريزيدون في الفريق، ما على بالناش شكون اللي راه مدير في الفريق. رانا غير وحدنا لاعبين وصاي، ومن بعد يجي يقول لك سلك ليكيب. حنا الحمد لله يا ربي اليوم مزيان ماتش داروا تيليفيزي من الجيري بريس كاع شافت بين لعبنا درنا غرون ماتش. لا غالب بالك كنا مونك فيزيك شويه دوزيام ميطون ما كناش مليح، بصح شاو ولا كنا ندو 3 بوان فاسيله. مي دو بينالتي طاها من الاربيتر الحمد لله. انا حمراء انا نورمالمون في الحمراء، كي يجينيك اربيتر فوت تديها ليك انت سقسي انت كي تعطيه البالون يرجع لك لا فوت ليك. انا حمراء هو جيناني وقف غير جا الجوار من مورا عطاني حمراء. نبدأ غدوة إن شاء الله الملف نتاع المباراة الإفريقية، نسترجع إن شاء الله يدخل معنا غدوة ملال عمور شفتوه اليوم واش موجود، غدوة يرجع معنا مع المجموعة. كان يتدرب على انفراد لأنه يعني كانت عنده إصابة خفيفة الحمد لله اطمأننا عليه، وإن شاء الله نكونوا جاهزين لمباراة تساوي 3 نقاط. احنا بالنسبة لنا عنا وكأنه نهائي أمام اتحاد الليبي اللي خذينا منه النقطة في بنغازي، يلزمنا توا ناخذ إن شاء الله بحول الله الزاد كامل باش نخليو حظوظنا ننعشوا حظوظنا دائما في الذهاب الى الربع النهائي ان شاء الله.